هاي ماي دير، معاكم وسام الحكيم من قناتكم كويك انجلش نوتس. يا رب تكونوا في صحه وفي احسن حال. حلقتنا النهارده هناخد فيها نوت بسيطه تخص منهج الصف الخامس الابتدائي كونكت. خليكم معايا حبايبي تلاميذ سنه خمسه. نخلي بالنا من الثلاث صفات دول: good, great and bad. good يعني جيد، great يعني عظيم او هايل، وbad معناها سيء. بيجي معهم حرف الجر عندنا في الدرس بتاعنا at، يعني اقول good at معناها جيد فيه، great at معناها هايل او عظيم فيه، bad at معناها سيء فيه. نتعلم ان بعد good at, great at and bad at بيجي verb ing، ده في المقام الاول. verb ing يعني مثلا ممكن اقول she's great at playing tennis, he's bad at doing karate, they are good at playing tennis. يبقى good at, great at, bad at اساسي في المقام الاول، بيجي بعدهم verb ing. بس ممكن يجي بعدهم في المقام الثاني noun اللي هو اسم، يعني ممكن اقول they are good at science، هم حلوين قوي في مادة العلوم. she's good at english, he's good at math. طيب صيغة السؤال ممكن تجيلي ازاي؟ ممكن تجيلي على هيئة correct. for example مثلا يجيب لي جملة زي كده يقول لي she's good at، بعدين يحط لي نقط وبعدين بين القوسين يجيب لي الverb play وبعدين رياضة tennis. she's good at play tennis. طبعا play ما تنفعش، تبقى she's good at play. good job. ناخد مثال كمان عشان تبقى الدنيا واضحة معينا شوية. لو جينا قلنا السؤال ده محمد صلاح is good at، حطيت لي الverb score goals. yes محمد صلاح is good at scoring goals. وخلي بالك الverb score اخره e، فاحنا هنحذف ال e قبل ما نحط ing، هبقى السبيلنج بتاعها scoring على طول. محمد صلاح is good at scoring goals. ناخد سؤال كمان. she's bad at، جايب لك الverb tidy. tidy معناها يرتب او ينظم. her room. she's bad at tidy her room. طبعا احنا عندنا الverb tidy ما ينفعش يجي بالشكل ده عشان احنا عندنا bad at. bad at معناها سيء فيه. يبقى هنحلها ازاي؟ هنقول she's bad at tidying her room. she's bad at tidying her room. وعايزة اقول الملحوظة الverb tidy اخر y، الy هتفضل زي ما هي ونحط ing. تعالوا ناخد مثال بقى لgood at لما يجي بعدها noun. مثلا اقول Mona is good at English but she is bad at science. Mona is good at English but she is bad at science. يعني هي كويسة في الانجليزي ولكنها سيئة في العلوم مثلا. بكده نكون اتعرفنا على good at, great at and bad at، وعرفنا ان بيجي بعدهم verb ing or noun اللي هو اسم، واخدنا امثلة عليهم. اهم حاجة ان احنا نكون فاهمين الفكرة كويس جدا. ممكن تيجي صيغة السؤال مختلفة، ممكن تيجي سؤال correct صحح يجيب لك verb ومحتاجه بقى في الصورة المناسبة، او يجيب لك شكل الجملة مختلف تاني في choose. وحضرتك اهم حاجة عارف الفكرة good at, bad at, great at، بعدها verb ing or noun. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. يا رب اكون قدرت افيدكم والاستفاد من الفيديو. ما ينساش لايك شير كومنت and subscribe to my channel. don't forget my pages on Facebook, Twitter, Instagram and TikTok. thank you for watching and bye bye.